خش الدار. دائما خش السوق. لا تجد لا ترى بقى ما طلعش لا ما طلعش لا مش اللي راه فيديو عادي دائما نبي نشوف الرجل العروض انسان ورقم على الثروه وحمايه المال العام في المغرب دائما مرعاه في البلد. هذه رساله الى وزير الفلاحه يعني ها الخيرات كاينين ولكن اللي كيديروا الناس كيقولوا لهم هنا بان كل واحد يسامح ديرو سواكي باش غادي نرفع البلد ديالكو. هذا شيء غريب كنسجلو رئيس الامن على وزير الفلاحه وزير الصيد البحري سيدي قنوج. هذا الشيء فين المغرب اخضر. ها الخيرات كاينين هنا الساكنه كتقول راه هذا ما كاين في الواد ما كيستافدوش منو هربت لهم السكينه وزير الفلاحه والوزراء والممسك تاعهم الواد راه تقولنا دابا المؤازره كيتشكاو لينا المنطقه السياحيه المنطقه السياحيه وهم كيتشكاو ولكن اللي كيجي كيضيع يعني الشبكه المغربيه الحوم والوزاره ولقب اكثر واحد من المال اللي عندنا المغرب داروا وزاره السياحه جي قال الناس يدير لهم السواكي باش يمكن يستافدوا من هذا الماء هذا هالماء كاين ولكن هذا الفرد ما كيستافدش راه الساكنه راه الساكنه شي كيعرف هذا الماء راه الساكنه في جنب العشره بلاد راه تنساني راه كاين ولد كاين ولد كاين جيل كاين قصه والخير كاين في العشره بلاد راه الخير كاين في العشره بلاد. دائما الشبكه المغربيه لحظه للزمن وخضع الثروه حمايه المال العام لاحظت رحالها في بومات داد سمو وفي الطريق الى اسمرير من نتيجه وزير البناء هذه الجماعه ديال جماعة ايتيون جماعة ايتيون وزير البلاحة الله يجازيك بخير في هذه المنطقة في قلعة الكونة راه الماء تايقع في الواد وراه الناس محتاجين هذا الماء يستعيدوا ليه وراه السواقي تهرشوا وكيقولوا لهم جمعوا صرفوا السواقي والماء طول السنة والماء طول السنة كيضع في الواد. يعني الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام للمغرب بغينا يحطوا قوة في هذه البلاصة وهذا الماء ما يبقاش ضايع وغادي يدوم ليه السواقي وغادي يستافدوا به كاملين وهذه البلاصة يصوبوها باش تجي السياحة العلمية سواء خارج أرض الوطن أو داخل أرض الوطن راح تشوف هذه المنطقة هذه ما كيزورها لا حول ولا قوة إلا بالله. منظر جميل في مغرب جميل في درعة بلاد الجميلة ولكني مسؤولين ديال درعة بلاد هم مشونا وقطعونا مسؤولين ديال درعة بلاد ما حكمونا والو وهمشونا وترك الثروات ديالنا وعندنا الخيرات ولم تستغل. الشبكة المغربية لحقوق الإنسان رقم أكثر واحد في البلاد عند المغرب غيتعري على الفساد والمفسدين ديال درعة بلاد غادي تضم درعة بلاد غادي نوريهم الحقائق ديال درعة بلاد دائما اتجول في درعة بلاد باش نوريكم دائما الحقيقة ديال درعة بلاد لنهرس هذه تكسروا جدار الصمت لأن الشعار ديال الشبكة هو دائما المصداقية في عين المكان. الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ورقم أكثر واحد المال العام في المغرب تجيني وردة ستاركير هذا الشيء اللي شفناه هنا ما كيتشغلش هذه المنطقة وهذا الماء هذا كيضيع لا مغرب الأخضر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.